وإلى اليونان، حيث رفض الناخبون اليونانيون بشكل حاسم الشروط التقشفية التي حاولت الجهات الدولية الدائنة فرضها على بلادهم من أجل مساعدتها ببرنامج إنقاذ مالي جديد. أظهرت النتيجة النهائية للاستفتاء والذي أجري أمس والتي نشرتها وزارة الداخلية اليونانية أن 61% من الناخبين صوتوا بلا، فيما صوت بنعم 39%. فيما أعلن وزير المالية اليوناني عزمه على الاستقالة من منصبه عقب الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، وقال أن استقالته فكرة اعتبرها رئيس الحكومة مجدية في سعيه للتوصل مع اتفاق أو إلى اتفاق مع الدائنين.